الدرجة العلمية محاضر، رئيس قسم التاريخ والحضارة، التاريخ آسفة والأثر. في انتقال وباء الطاعون بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل المشري، عضو هيئة تدريس بقسم الآثار كلية التاريخ والحضارة جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية، وعضو في اللجنة العلمية للندوة. انطلقت اليوم الندوة العلمية الخاصة بالأمراض والأوبئة في برقة بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بمناقشة العديد من البحاث من خارج وداخل البلاد. نتمنى للجميع التوفيق في هذه الندوة، وشكرا لكم.